تظهر الحقيقة، حقيقة هذا البيت الشيعي أنه مشتت منذ أول لحظة، وبالتالي أيضا هذا البيت الشيعي يتحمل المسؤولية الأكبر، مو كلها، المسؤولية الأكبر فيما يجري اليوم في البلد وفيما حصل من فشل سياسي طيلة 19 عام. أولا البيت الشيعي لم يكن متماسكا أبدا في أي وقت، لم يكن متماسكا من 2005 حتى هذه اللحظة. ليش إحنا نسينا مثلا انتخاب الجعفري وعدم انتخاب الجعفري، نسينا صولة الفرسان للمالكي على الصدريين، نسينا مثلا أحداث النجف، نسينا التحالف سائرون والفتح لانتخاب عادل عبد المهدي بعد الانسداد السياسي، وأيضا تدخلت المرجعية وإيران أيضا في هذا الموضوع. البيت الشيعي لم يكن أبدا في يوم ما موحدا حتى نقول رأب الصدع. نعم. هو مصدوع منذ أول لحظة، منذ تشكيل الائتلاف العراقي مصدوع، لأن هذا البيت والذين يمثلونه ليس همهم الوطن، وإنما همهم المصالح والمغانم وعقد الصفقات والاستيلاء على المناصب، وبالتالي حينما تختلف المصالح تنتهي بعد. يعني أنت ما تقول البيت الشيعي معناته هذا البيت السياسي مبني على أساس عقائدي، فإذا هم مبني على أساس عقائدي ويميلون إلى عقيدة واحدة، أو يعني هم من عقيدة واحدة، فلماذا هذا الاختلاف؟ لا، هذا البيت هو بيت بالحقيقة مبني على المصالح ومبني على المكاسب والمغانم، وبالتالي منذ أول لحظة كان مشتتا، كان يعني المرجعية من خلال المرجعية كان يتم دمجهم يعني باضطرارية لتشكيل الحكومة، وبعد ذلك ينفتح هذا الدمج وينفتح هذا الصدع بقوة وتظهر الحقيقة. حقيقة هذا البيت الشيعي أنه مشتت منذ أول لحظة، وبالتالي أيضا هذا البيت الشيعي يتحمل المسؤولية الأكبر، مو كلها، المسؤولية الأكبر فيما يجري اليوم في البلد وفيما حصل من فشل سياسي طيلة 19 عام. وأرجع وأقول، من أسس هذا البيت الشيعي بالبداية؟ أيضا كانت المرجعية فاعلة في تأسيس البيت الشيعي منذ أول لحظة، منذ اللجنة السداسية التي أسست لهذا البيت كما تقول.